اسمعيني كتير منيح. إذا بيخطر ببالك إنك تقولي هيدا الحكي الفاضي قدام ولادي، لعلك تنتبهي على الساعة اللي خلقتي فيها. ما تخافي، سرك ببير. لا أنا ما عندي أسرار ومني خايفة من شي. وإذا كان ما بدي تقولي هيدا الكلام الفاضي قدام ولادي لأني ما بدي إنهيهم بقصص تافعة وهني مش ناقصهم. بتعرفي شو؟ الحق علي، أنا ما كان لازم أسكت لك على اللي عملتي فيي. كان دايما عندي شك، بس أنا هلا تأكدت. أنت اللي طلعتي هيدي الإشاعة عني وعن فوزي، مش هيك؟ كيف بدك تخلصي مني وتجوزيني لخيك لحتى يبقى عادل لإلك؟ هذا اللي كنت عم تخططي له. بس يا حرام، ليكي شو صار؟ عادل رجع لي بعد كل هالسنين، والجوره يلي حفرتي لي اياها، يلي وقعتيني فيها، واللي كنت بدك تموتيني فيها، طلعت منها مع 4 جواهر. كل جوهرة أحلى من الثاني. 4. أنت شو عملتي؟ اسم وشركة ومصاري. برافو. بس طلعي بحالك، شوفي قديشك حزينة ووحيد. طلع بحالك بالمراية، بتشوفي كل هيدا الشيء. انت ما حدا بيحبك ولا حدا بيخاف عليكي، وصدقيني اذا ما تغيرتي هيك رح تنتهي لحالك، ما حدا رح يسأل عنك. ليلى، هيدا الحديث ما رح يوصل لمحل ما دام انت مصره تكذبي. رح اتركك لضميرك. كل عمرك بتغاري مني، وكل عمرك بتحبي تاخدي كل شيء انا بحبه. انا اليوم اتاكدت لانه انت ما بتستاهلي الفرصه اللي انا اعطيتك اياها، ولا بتستاهل عائلتي، وما رح اسمح لك تقربي من ولادي ولا تجربي تأذيهم. وهيدا الباب مش انت اللي بتسكري بوشي، انا اللي سكرت بوشك من زمان.